لقيناهاش و ما كناش كنتظروها صراحه. يعني حكمه جاتنا خرافيه وحنا تنحلموا، ما نويناش انها الوطن ديالنا يقسى علينا بهذه الطريقه هذه. كنا كنقولوا ضروري يكون شويه الرحمه شويه الرحمه، يعني رحنا الناس خرجوا من اجل احتجاجات سلميه، من اجل مطالب سلميه مشروعه يقرها الجميع، وجميع الاعراف والدستور ديالنا كذلك يكفلوها، ومن حقنا اننا نخرجوا نحتاجوا نطالبوا مطالب سلميه احنا محتاجينها.